بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للاستثمار في الطاقة المتجددة، تعتزم مملكة البحرين بناء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. بهذه المناسبة ثمن سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء اهتمام مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله حول الخطط التنفيذية لرفع كفاءة الطاقة والخطط التنفيذية للطاقة المتجددة. وكما نوه بتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة، والتي يأتي من ضمن أولوياتها أو أولويات محور البيئة والتنمية الحضرية في برنامج عمل الحكومة. يأتي مشروع بناء محطة طاقة شمسية ضمن جهود البحرين في التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وتنويع مصادر الطاقة. وتعمل الجهات المختصة الآن بتعيين استشاري للمشروع لإعداد الوثائق الخاصة بالمواصفات الفنية والاتفاقيات لتطوير المشروع. من المتوقع أن يتم دعوة المطورين للمناقصة في فبراير 2018 على أن يتم الانتهاء من تشييد المحطة وتشغيلها مع نهاية عام 2019. وكان مجلس الوزراء الموقر قد اعتمد في عام 2016 الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تشتمل إحدى مبادراتها على تحديد هدف وطني لبلوغ نسبة 5% من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025 ميلادياً. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء. بعد التحية سعادة الوزير، ما هي الأهداف اليوم الاستراتيجية على المدى الطويل من مشاريع الطاقة المستدامة، وما هي الفائدة التي سوف تتحقق من وراء إنشاء محطة طاقة شمسية؟ عفوا سعادة الوزير، هل تسمعوني؟ مساء الخير. مساء الخير، وشكرا لكم في تلفزيون البحرين لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام. نعم، هل أعيد تكرار السؤال، ما هي الأهداف سعادة الوزير من على المدى الطويل من هذه المشاريع المستدامة، وما هي الفائدة التي سوف تتحقق لمملكة البحرين وراء إنشاء مثل هذه محطة الطاقة الشمسية؟ هذا المشروع له جوانب عديدة ومنافع عديدة لمملكة البحرين. نعم، فمثلا من الناحية الاقتصادية، أصبحت كلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أقل من كلفة توليد الكهرباء من الطاقة التقليدية اللي هي الغاز. نعم، نتيجة إلى التطور التكنولوجي في صناعة الألواح الشمسية والأجهزة المصاحبة لها. وكذلك من ناحية تنويع مصادر الطاقة في البحرين، الطاقة الشمسية هي مصدر جديد لتوليد الكهرباء، وبذلك سوف تؤدي إلى تخفيض استهلاك الغاز الذي يستخدم حاليا لتوليد الكهرباء، وهذا سوف يؤدي إلى وفورات في كميات الغاز المتوفرة للحكومة الموقرة لاستخدامها في المشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي تحتاج إلى زيادة في الطاقة الكهربائية. نعم. ومن الناحية البيئية، الطاقة الشمسية طاقة نظيفة 100% ولا تؤدي أي تلوث للبيئة. ومن ناحية الالتزامات الدولية لمملكة البحرين، فإن استعمال طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية سوف يساهم في تلبية التزامات البحرين التي وقعت عليها في قمة باريس للمناخ لتقليل الانبعاثات الغازية. نعم. ومن ناحية استدامة الطاقة، فالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة هي طاقة مستدامة على مر السنين، بخلاف الطاقة الأحفورية مثل النفط والغاز التي يمكن على المدى البعيد قد تنضب، ولكن الطاقة المتجددة
سوف تستمر على مر السنين، وهي متوفرة بمستوى كبير في منطقتنا مثل الطاقة الشمسية. فلذلك نعم. بالنسبة لمملكة البحرين يكون هذا تنويع لمصادر الطاقة، نعم، ويأتي يعني ضمن رؤية البحرين 2030 لتنويع مصادر الدخل ومصادر الطاقة. نعم سعادة الوزير، طبعا من أهداف الخطة الوطنية أو خطة الحكومة التي تم اعتمادها 2016 أن يتم يعني تحديد هدف وطني ببلوغ 5% في الاعتماد على الطاقة المتجددة. هل هذه المحطة التي سوف يتم إنشاؤها سوف تحقق هذا الهدف بإذن الله؟ سعادة الوزير هل تسمع؟ الهدف 5% نعم. كان على أساس أن يكون بحلول سنة 2025، نعم، أي بعد 8 سنوات من الآن. 100 ميجاوات، نعم، اللي بنبتدي فيها هي تقريبا نصف 5% التي سوف نحققها بعد 8 سنوات، أي أن 100 ميجاوات سوف تحقق 2.5%، وهذا حدث بسبب التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة في فترة 9 أشهر. نعم. يعني باقي لنا 8 سنوات علشان نسوي 2.5 الباقي. نعم. بس هذه خطوة رائدة لمملكة البحرين، لأن أول مرة يصير فيها يعني استخدام الطاقة الشمسية بهذه الكمية الكبيرة. نعم سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، وزير شؤون الكهرباء والماء، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.